مشكلة أو قطر منوفه اللي حصل فيه شخص راجل محترم معاه بنته في قطر منوف وفاتته المحطة اللي هينزل فيها فكمل، فالمفروض أنه فيه التطويقة أو الفرق الفلوس اللي هو هيدفعه للمحطة اللي بعدها، وما كانش معاه الراجل أنه يدفع. كان من الكمساري بتاع القطر كل إهانة وتعجرف وزعيق، لدرجة ان البنت زي ما انتم شايفين في الفيديو اللي بتعرض قدام حضراتكم دلوقتي اللي هي الخوف والرعب وحالة الفزع اللي حصلت للبنت، ويا بابا والركاب ما تخافيش يا حبيبتي، وكل واحد حاول انه يعني احنا ممكن ندفع للراجل. لكن ممكن تتابعوا كده وتشوفوا رد فعل الكمساري كان ايه. الفلوس اهي، شاهدين يا جماعه، مش قاعد ياخد التطويق بتاع الراجل وضربه، ضرب الراجل قدام بنت. ماشي يا ست الكل، انا والله ما هسيبك. ماشي يا ست الكل، عشان بنتي دي. والراجل اهو اللي ضرب الراجل، اهو اللي ضرب الراجل. ماشي يا ست الكل، صوره براحتك. مش هسيب. حرام عليك، ما تضربوا ليه؟ قدام بنته. تضرب البنت قدامها اهو. تضرب الراجل قدام بنته. يا شيخ الدين ليه؟ انت ما عندكش عيال؟ مشاهدين يا جماعة؟ مشاهدين؟ الفلوس اهي. والله ما هسيب. والله ما هسيب. زي ما حضراتكم شفتم كده، الحقيقة لما قعدت أفكر في الموضوع ما شغلنيش قوي فكرة إن الكمساري قال إيه والست دي بتزعق تقول إيه ولا الكلام ده خالص، لكن أنا كل اللي شغل بالي إن في مواطن مصري مش معاه تمن التذكرة، أنا مقدر كسفته قدام بنته، يعني مقدر جدا فكرة إن أب يتكسف الكسفة دي قدام بنته، وإن بنته دي هيبقى الموضوع ده مش هيعدي من دماغها أبدا طول السنين، فأنا فرق معايا جدا دي، فرق معايا النقطة التانية إن الراجل الفقير ده الكمساري برضه راجل مش غني، الراجل برضه على قده، موظف على قده. بس تخيل لما نكون احنا مش عارفين نرحم بعض وبنطلب ربنا كل يوم يا رب ارحمنا، مسيحي ومسلم كل يوم يقول له يا رب ارحمنا، طيب واحنا اصلا مش عارفين نرحم بعض. يا سيدي في قوانين، لكن في حاجه اسمها، في حاجه فوق القوانين اسمها الرحمه. يعني اذا كان في عدل ففي رحمه، في حد كمان قال لك هدفع ثمن التذكره خد حق الدوله من غير ما تهين الراجل. يعني ايه يعني دموع البنت دي تساوي ملايين الانتاجيه اليوميه بتاعت السكه الحديد كلها؟ انا فارق معايا جدا البنت اللي تتكسف قدام باباها، ان الاب ده يتكسر قدام بنته، ان هو واحد هزقه، واحد ضايقه عشان خاطر الفلوس. يعني ده اللي فارق انا معايا جدا جدا جدا. لكن الحركات اللي عملها الكمساري في القطر، الحقيقه الموضوع بقى متكرر وحصل مره واثنين وثلاثه واربعه، والموضوع بقى بايخ كمان، بقى مستفز. انا لما كتبت كده قلت اطلع الفيديو من على اليوتيوب، طلعت بتاع 20 فيديو. الكمساري مش عارف يشتم ايه، الكمساري يضرب مسن، مش عارف كذا، طلعوا كده اكتبوا هتلاقوا كذا حاجه. لكن انا اللي فرق فالسكه الحديد يبدو ان في مشكله، وانا شفت الوزير وهو واقف معاهم بيقول لهم يعني انتوا حركتوني وانا شغال ومحدش عايز يشتغل ومحدش عايز يساعدني وكده، فيبدو ان الموضوع ده موضوع كبير، يعني موضوع السكه الحديد والناس اللي مش عايزه تشتغل او الناس اللي مش شايفه شغلها، فالموضوع كبير جدا. لكن انا اللي فرق معايا جدا ازاي اب يتكسر قدام بنته بالطريقه دي. يعني ما اعرفش هل في قوانين ممكن تحل الازمات دي ولا لا، بس يبدو ان الرحمه هي اللي بتحل مش القانون. قطاع السكة الحديد فيه مشاكل كتير، مشاكل لازم يكون فيها نظرة جدية وسريعة لحلها. يعني بعيدا بقى عن حوادث القطارات كل يوم والتاني حدث ولا حرج، لكن حتى من كلمة الوزير أنا بشتغل لوحدي ومحدش عاوز يشتغل، اللي مش عاوز يشتغل
ملوش مكان، ما اشتغلش. لما نتكلم على كرامة المصري بره مصر بقى، وكل واحد فينا بقى يطلع ويفرد عضلاته، وازاي المصري يتهان بره، وازاي حد يسمح لحد انه يتكلم مع المصريين كده، وتابعته حادثة الشاب المصري بقى اللي كان بيشتغل في محل في الامارات والضرب، والوزيرة اتدخلت ومش عارفة المصريين اتدخلوا. طب اذا كان المصري بيحصل معاه كده هنا في بلده، ومن مين؟ يعني لو ما فيش حد قام من الركاب عرض انه يدفع الفلوس، برضو ده ما يخليش الكمساري ليه الحق في انه يهين الراجل قدام بنته، ولا انه يمد ايده عليه، ولا انه يغلط فيه باي لفظ من الالفاظ. لكن طبق القانون حضرتك، يعني طبق القانون من غير ما تتلفظ ولا تغلط ولا تمد ايدك ولا تتجاوز، لان التجاوز بتاعك انت دلوقتي اللي مخطئ، وانت اللي لازم تتحاسب، لازم تتحاسب. طبعا هات سكة الحديد كان في يعني رد ليها امبارح، برضه اقول لحضراتكم البيان بتاعها.